لما كنت صغيرة تعلمت قيمة الاستعداد للمستقبل. الحين بنتي تدخر لمستقبلها بحسابها لدى البنك التجاري. ولدي يحلم بعد بمستقبل واعد ويخطط بحكمة واتزان للطريقة الأفضل لإدارة أمواله. الطموحات الكبيرة تتحول إلى إنجازات عظيمة. البنك التجاري يؤمن له الائتمان المناسب. هذا اللي يحتاجه ليخطي أولى خطواته بالحياة، وهذا اللي بيساعده على تحقيق أحلامه. التجاري عريق في تقاليده، راسخ في تواصله، معانا من البداية وإحنا معاه من جيل إلى جيل. هذا هو المكان الذي أريد أسرتي أن تكون فيه. التجاري هو اختياري.